شوف الصورة الأولى. صورة. تعرف هذا الرجل؟ طبعا الله يرحمه ورحمه. هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. هل هذا من بوجهة نظرك من 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 غلاة السلفية تتحدث عنهم ولا من المعتدلين؟ لا، الشيخ بن باز الله يرحمه أولا كنت من طلابها الثانويين إن صح التعبير، طلاب الثانويين، وهو الذي ثبتني على ما أنا عليه للأمانة، يعني لا زالت أشرطته عندي. كان عندي أسئلة في التاريخ وكذا أمره. أنت قابلته؟ لا، أنا كنت أدرس عنده وأروح لبيته، وأنا من طلابه الثانويين كان يعني لست من المتصدرين، ونحضر في الجامعة الكبير وفي بيته وفي وشرطته، وعملت نشرت محاضراته في المسلمون. صحيح أنك وصفت المتصدرين بأنهم حمقى؟ من؟ في أحد كتاباتك أو في مقال لك أنه المتصدرين من الطلاب، أنت تقول لنا إحنا الثانويين وفي المتصدرين أنهم حمقى، يعني والله بعض لا ما أعمم، لكن بعض المتصدرين كانوا في الطلاب كانوا يشغلون الشيخ بالشاي إذا كان حار أشربه، ولا النفخ في الشراب حرام ولا حلال، وأزعجونا. يعني أنا كان عندي أسئلة يعني أولى، لكن على أي حال الشيخ بن باز رحمه الله ثبتني في مسألة ما يخص بني أمية والإمام علي ويزيد وكذا، جزاه الله ألف خير، لأن الجامعة الإمام أيام كنت فيها أبدا أمساك ولا فيه. شيخ بن باز لما ذهبت عنده سألت عن حديث عن من هي الفئة الباغية، قال الفئة الباغية هي فئة معاوية. قلت وما معنى تدعوهم إلى الجنة؟ عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونها. قال عمار يدعوهم إلى طاعة علي بن أبي طالب التي هي من أسباب دخول الجنة، لأنه الخليفة الشرعي، وهم يدعونه إلى الفرقة والاختلاف التي هي من أسباب دخول النار. الله أكبر يا أخي، لو وجدت هذا ما دخلت في الهم التاريخي، لو وجدت هذا في جامعة الإمام. سألت عن يزيد قال فاسق، خاص وجدت عن عن يزيد فاسق، عن الحجاج فاسق، عن سبب بني أمية الإمام علي اعترف به بعد ان ذكرت له حديث مسلم عامر بن سعد وسهل بن سعد. طيب بس ترى ما جاب جديد. ممتاز، لكن ولذلك الوسط ليس معه، ولذلك عندما غطيت محاضرته في جامعة الإمام وأردت نشرها في مرآة الجامعة رفضت، وإن كانت لابن باز نشرت عند الدكتور عبد القادر الطاشي الله يرحمه في المسلمون، منهج المسلم في التعامل مع الفتن، والآن طبعت، الآن هي ضمن المجلد السادس من فتاوى. فالشيخ بن باز له فضل علي وأدعوه، وأراه من المعتدلين، ترى من المعتدلين طبعا، لكن مسألة أنه قد يخطئ في كراوية الأرض ولا كذا مسألة طبيعي يعني. يعني طيب. بشريا يعني. أنا أريد أن أستكمل معك هذا الحوار لكنه مضطر أن أخرج إلى فاصل وأرجع لك. فاصل قصير ثم نعود. حياكم الله من جديد مع ضيفي الأستاذ حسن فرحان المالكي. أنت ذكرت قبل شوي أنه بن باز هو معتدل، طيب الآن أكثر الموجودين هم يعني ينتمون إلى مدرسة بن باز والمدرسة السلفية الموجودة، وحتى سماحة المفتي الحالي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أيضا، ويعني دائما يقر بكل أفكار الشيخ عبد العزيز بن باز ويتجاوزها، وأنت قابلته وطالب منك أنه أنك تتوب وترجع. هذا الشيخ بن باز؟ لا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. طبعا أولا غير صحيح أنه يعني هناك فرق بين بين الاعتدال وبين الإنتاج الفكري، قد يكون في خطأ وصواب. تمام. وفي ظني أن الشيخ بن باز الله يرحمه لو توفر له طلاب جادين لكان أعجوبة العصر. أنا جربت في مسائل كان ينكرها وعاد إليها، رجل متواضع ما عنده هذا العنجهيات. مثل سبب بني أمية الإمام علي، أول ما سألته قال هذا روي في التاريخ وكتب التاريخ ما تعتمد. فنقلت له حديث عامر بن سعد في صحيح مسلم، وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد أمر معاوية، وحديث مروان قال اشتم قال فقل لعن الله أبا التراب وكذا. قال نعم نعوذ بالله، هذه من الزلات، نسأل الله العافية. في نفس الوقت. لكن أنت تقول إنه الطلاب هم اللي الطلاب اللي حوله والمحيطين به غلاة، معظمهم غلاة ومشادين على تكفير الصوفية وعلى تكفير الشيعة وعلى